الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بس الشيء الغريب ان انتي بدأتي وانت طفلة برنامج حياتي واشتغلتي مع كل العمالقة وانتي لسه طفلة تقريبا من انت عندك 10 سنين، اصغر. وفجأة وقت ما عادل امام وفؤاد المهندس ونور الشريف و و و واعمال كبيرة فجأة تختفي، ازاي يعني منين تيجي الجرأة والقدرة على اتخاذ القرار ده؟ بالظبط. هي الحقيقة أنا كان قدامي اختيارين، إما أن أختار عملي واسمي اللي أنا كنت بدأت يعني أخطو خطواتي الأولى كبيرة، وبعدين أو أختار البيت والزوج والأولاد، لأن أنا كان زوجي لازم يسافر، فإما أن أنا أستمر في مصر ولادي ينتظروا معايا وهو يسافر لوحده. بصراحة أنا حسيت أن فيها نوع من أنواع الأنانية وحب الذات، لأن صعب أن حد يضحي والآخرين يستمتعوا، يعني أنا ضد ده بما إن أنا درستي علم اجتماع كمان. فالحقيقة وحرام إن أنا أحرم ولادي يتربوا مع أبوهم، فخدت القرار بإن المرأة رسالتها الأولى هي إنها تبقى أم ولادها وبيتها وجوزها الأول، وبعد كده من وجهة نظري عملها يعني لو تعرض يبقى أنا بديت البيت وجوزي وأولادي. بس 15 سنة أو 17 سنة فترة طويلة جدا، ما خفتيش إن أنتي تتنسي؟ ما خفتيش إن أنتي ما تعرفيش ترجعي تاني؟ أنتي خدتي قرار عشان خاطر عيلتك وأسرتك وأكيد هم ممتنين ليكي جدا، لكن مش معنى إن أنا أم وعندي عيلة إن أنا أنسى نفسي. هو مش نسيان، هو هنا انا لما قررت السفر بره مصر بالتالي غصب عني ابتعدت، مش هقدر امارس. طبعا طبيعي، لان انت خلاص انت قررتي انك تروحي مع عيلتك. صحيح، كان جوايا عملتي حنين. اولويات، فكان اولى اولوياتك البيت والولاد. بس كان جواها حنين. كان طبعا في حنين اكيد لمهنتي وحب ليها، يعني بدليل ان انا اول ما رجعت رجعت تاني اشتغل، ما قدرتش ابعد كتير، يعني طالما انا في مصر ما اقدرش. طب وانت في الفتره اللي انت كنت فيها بعيده عن الفن وانت بتتفرجي على الاعمال والسينما والمسلسلات، اكيد كنت بترجعي لورا بتفتكري ذكرياتك مع الناس طبعاً. الاشخاص دي طبعا اكيد، كان ايه كنت ببقى احيانا برضو كنت ببقى حاسه يعني بشويه حزن بشويه زعل كده بشويه ضيق، لكن لما كنت بشوف ان انا بادي رسالتي على اكمل وجه، طبعا ان انا بنيت ولادي وان انا مبسوطه ان الحمد لله طلعت ولد وبنت ما شاء الله عليهم، يعني كنت ببقى سعيده ومبسوطه وبنسى ده، وبقول ان الانسان يقدر يحقق ذاته في اي وقت، طبعا يقدر في اي لحظه يرجع ويكمل رسالته، سواء بقى كانت رسالته الاجتماعيه في الحياه او رسالته المهنيه في العمل يعني. فالحمد لله انا بدات ارجع، صحيح مش بقوه لكن بإصرار. لكن بإصرار. أنا شايفة الأثر وأدوارك حلوة بإصرار، يعني إنك أنت تبقي راجعة بعد فترة بأدوار مميزة في أعمال مميزة، ده اعتراف رائع إن أنت عندك الخبرة دي وعندك الإمكانيات. الحمد لله. لا، ويمكن جه وقت الفترة اللي فاتت كنت بعرض عملين مسرح في وقت واحد، والاثنين أدوار مختلفة تماما. يعني أنا لما بكلمك على ده أنا عايزة أحيي فيكي فكرة الإيثار، وإن دي تجربة مختلفة اللي أنت عملتيها مش أي حد بيقدر عليها، سواء ست او راجل، لانها تتنازل عن طموحاتها وخاصه انها يعني واعده كانت وتختار وتعمل بس اولوياتها. اكيد سؤال الزوج كان شخص والولاد. محترم جدا طبعا يعني، الحمد لله. انت لو انت مش هتعملي كده غير لما تحسي ان الراجل ده بصراحه كان يستحق ده يعني، ويستحق ان التضحيه. في نفس الوقت ولادي كانوا يستحقوا التضحيه اكيد، يعني انا حافظت على اسرتي.